السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. زي ما تشوفوا أنا الآن في موقعة الخندق. اليوم سأحكي لكم قصة عجيبة حدثت في هذه الغزوة، وهي قصة الصحابي الذي قتلته الحية في هذه الغزوة. ثم سأشير في نهاية التغطية إلى موقع المساجد السبعة، فأسأل الله التوفيق. بينما كانت المناوشات بين المسلمين والكفار قائمة، كان بعض الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى بيته ليرى حال أهله. فاستأذن فتى من فتيان الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيته فوجد امرأته قائمة فأصابته الغيرة، يعني شك فيها، فحمل رمحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ معه سلاحه خشية أن يغدر به بنو قريظة، فأخذ الرمح وأراد أن يطعن زوجته. فقالت له زوجته: أكفف عليك رمحك وادخل البيت فانظر ما الذي أخرجني. فدخل البيت فإذا هي حية منطوية على الفراش، فأهوى إليها بالرمح فطعنها فاضطربت عليه فقتلته. فما يدرى أيهما كان أسرع موتا، الحية أم الفتى؟ فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الفتى، قال: استغفروا لصاحبكم. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه 3 أيام، وفي بعض الروايات فحرجوا عليه 3 مرات، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. طبعا الحديث السابق رواه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما زاره التابعي الجليل أبو السائب هشام بن زهرة في بيته، وكان أبو السائب يريد قتل أفعى رآها في بيت أبي سعيد الخدري، لكن الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه منعه وذكر له الحديث السابق بطوله. وعليه اختلف العلماء في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى تدل على قتل الحيات على وجه العموم، واختلفوا أيضا هل الحديث هذا خاص بأهل المدينة أو أنه عام لهم ولغيرهم، وهل هذا الكلام وهذا الحديث خاص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لجميع العصور. طبعا في الوقت الحالي إذا شاف الإنسان في بيته حية أو أفعى بالطبع حيقتلها على طول مباشرة، لكن الأفضل العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرج على الأفعى 3 أيام، يعني الله يعينك اخرج من البيت ثم كرر المرور على البيت، إذا رأيت الأفعى حرج عليها. يعني إيش تحرج عليها؟ يعني خاطبها، قل لها اخرجي من البيت، يعني كرر عليها هذا الطلب 3 أيام أو 3 مرات. طبعا اختلفوا في المرات، احنا ما حندخل بهذا الكلام. طبعا ممكن عادي لو تخاطبها باللهجة العامية، يعني اطلع من البيت، اطلع يا ثعبان، اطلع يا حيوان. فإذا كان جني مسلم فإن شاء الله حيطلع، بس لا تجرح مشاعره، قل له اطلع يا ثعبان أفضل، لا تقول له اطلع يا حيوان.